السلام عليكم. في إطار مكافحة الجريمة المنظمة وإثر معلومات واردة إلى مصالح الدرك الوطني بولاية سكيكدا، ما أفاده وجود نشاط غير مشروع ومحرم لبيع الخمور بإقليم المصلحة الإقليمية للدرك الوطني بكركرة بذات الولاية، وعلى إثر ذلك تم تحرك فورا والقيام بدورية مشتركة بين الفرقة الإقليمية للدرك الوطني وكذا الفصيلة الأولى والرابعة للأمن والتدخل، حيث تم توقيف امرأة تمارس نشاط غير مشروع ومحرم في بيع المشروبات الكحولية تبلغ 42 سنة وحجز كميات هائلة من هذه المشروبات المسكرة والخطيرة من مختلف الأنواع والأحجام، كما تم حجز مولدات كهربائية وثلاجة تستعمل في نشاط البيع هذا، وتم توقيف المتهمة واقتيادها لتحقيق وتحرير ملف قضائي في حقها بتهمة تخزين وبيع مشروبات محرمة بدون رخصة، وتم تقديمها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القلة، وطلب الجزائريون السلطات الوصية بمنع بيع هذه المشروبات سواء كان ذلك برخصة أو بدون رخصة، لأن الخمر حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لقوله بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.